دايما يا ابونا عارفين عيد النيروز بيجي يوم 11 سبتمبر. ايش معني السنه دي عيد النيروز جاي يوم 12 سبتمبر؟ صح، عايزين تسالوا السؤال ده؟ طيب انا هساله بالانابه عنكم واجاوبه بنعمه المسيح. نعم، عيد النيروز دايما بيجي يوم 11 سبتمبر اخر السنه القبطيه او بدايه السنه القبطيه، 1 توت دايما بيكون موافق يوم 11 سبتمبر. بس ليه بتغير ل 12 سبتمبر وامتى بتغير ل 12 سبتمبر؟ احنا عارفين انه السنه القبطيه فيها كل شهر فيه 30 يوم، ما فيش شهر قبطي فيه 31 يوم. لما نقارنه بالشهور الميلادية نلاقي في 7 شهور ميلادية يوم 31، وفي 4 شهور 30، والشهر الواحد اللي هو في فبراير ده اللي هو كام؟ 28 أو 29. مجموع السنة كلها هيكون كام؟ 365. لما نجي نحسب دي بالنسبة للسنة القبطية هنلاقي في السنة الكبيسة اللي هي بنقول عليها اللي بتقبل القسمة على 4، لما جاء السنة لما تكون السنة القبطية سنة ما فيش سنة كبيسة في السنة القبطية، لكن لما يكون السنة القبطية الرقم بتاعها يقبل القسمة على 4 يبقى معناه ان نلاقي انه بيجي يبقى يوم 1 توت يقع يوم 12 سبتمبر. ندي مثال، السنة اللي احنا فيها هنبدأ دي فيها بكرة اللي هي 1732، دايما بناخد الرقمين الأخرانين 32 تقبل القسمة على 4 ويكون كام؟ 8، ما فيش زيادة، ما فيش باقي، صح؟ 32 هنلاقي عيد النيروز يقع يوم 12 سبتمبر، وناجي نلاقي في آخر السنة بدل شهر نسي بقى كان 6 أيام يكون 5 أيام بس. اللي كان حاضر القداس النهاردة كان القداس هو كان عبارة عن يوم 6 نسي اللي هو شكر لله تعالى آخر يوم. اليوم دي في السنة الكبيسة أو في السنة اللي تقبل القسمة على 4 اللي هو يوم 12 سبتمبر 1 توت ما يكونش فيه 6 أيام شهر نسي، يكون فيه 5 أيام. يقوم السنة الجاية إن شاء الله نعيشنا وحيانا ربنا اللي هو في بداية السنة القبطية 1733 يكون يوم 1 توت يقع يوم كام؟ يبقى يقع يوم 11 سبتمبر. مالناش دعوة بأحداث أمريكا، احنا خلينا بالشهداء بتوعنا. الأمر دي اللي يحب إن هو يبحث فيه نلاقي في سنة 32 حناجي سنة 36 إن عشنا وحانا ربنا 1736 نلاقي عيد النيروز حيقع يوم كام؟ يبقى يوم 12 سبتمبر مش 11 سبتمبر. يبقى عيد النيروز ثابت 1 توت ثابت يوم 11 سبتمبر، لكن لما يكون فيها العدد اللي هو هيقبل، وده عشان يوازي السنة الميلادية اللي احنا حناجي فيها السنة الجاية اللي هي 2016 واللي هي السنة الكبيسة. يقوم شهر فبراير حيكون كم يوم؟ 29. شهر فبراير 29، اليوم الزيادة دي بتاع شهر فبراير هو اللي يعوض اليوم اللي احنا أخذناه من 11 سبتمبر. عشان كده نلاقي في آخر السنة هنختم ب5 أيام لشهر النسي. عملية حسابية، فهمتوا حاجة منها؟ فهمتوا؟ الحمد لله. يبقى ببساطة كده
كل ما يكون السنة القبطية تقبل القسمة على أربعة اللي هو 28 32 36 40 وكده، يبقى اعرفوا انه يوم 12 سبتمبر هو حيكون بداية السنة القبطية اللي حيكون موافق 1 توت، والسنة دي بالذات يكون شهر نسي 5 ايام، السنة اللي بعديها والبعدها والبعدها لحد 1735 شهر نسي يكون 6 ايام. ان شاء الله احنا هندخل، احنا خلصنا 31 وحندخل 32، وحناجي في من اخر يوم 1 يناير حنكون 2016 اللي هي السنة الكبيسة اللي هي حنلاقي فيها شهر فبراير 29 يوم. ده اليوم الزيادة هنا هو عوض اليوم اللي احنا اخذناه من 1 اللي هم من 11 سبتمبر، وبالتالي حنلاقي أن السنة القبطية حتساوي السنة الميلادية 365 يوم أو 366 يوم اللي هي في السنة الكبيسة. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم كل الأيام بخير، ويدينا بركة هذه الأيام وهذه الأعياد المقدسة. كل سنة وانتم طيبين في عيد النيروز، ونقول له بارك إكليس للسنة بصلاحك يا رب.